الزواج مرة تانية من الطليق أو الطليقة مع دكتور رائد محسن، هالموضوع حساس كتير، كتار بيطلقوا بكون أول شيء عندهم خوف من الخطوة التالية، وحتى يلي بيرتبط فيهم على طول في هيدا العائق إنه هيدا مطلق أو هيدا مطلقة. الموضوع حساس، هو بس عنا حساس، هو كل حدا بحق له ينجح أو يفشل بعلاقة. رح نحكي بهالموضوع بشكل مفصل مع دكتور رائد. صباح الخير دكتور. صباح الخير اللي بتلعب شايبونا. اهلا وسهلا. مثل ما ذكرتي نحن انا وياكي حكينا سابقا عن خلال فتره التعارف قبل الزواج، انه في كتار بيتركوا بيرجعوا لبعضهم، يمكن يرجع يتزوجوا، تقريبا نفس الحديث، لكن الفرق انه ما في اطفال، ما في عائله، ما في اولاد. اذا كان منهم متزوجين كنا نقول على اساس عم ترجعوا سوا لحتى تشتغلوا على الامور اللي كانت عالقه بيناتكم اللي سببت انفصال. فهون نفس الشيء بنقول اثنين متزوجين تركوا بعضهم، انفصلوا او طلق. طيب الانفصال المتكرر مثل الطلاق المتكرر، لانه مضروري يكون في صار في تسجيل بالمحكمه الروحيه او الشرعيه انه صار في طلاق. مجرد ما يصير انفصال وغادر احدهما المنزل لفتره اكثر من شهر، معناتها هذا كانه صار في طلاق. نعم. يعني بالنسبه للاولاد نفس التاثير النفسي، اذا البابا وماما طلقوا او انفصل. طيب هلا ما غلط حدا يرجع للي كان متزوجها، كانت متزوجته او انفصلوا ورجعوا لبعضه. ما غلط يرجعوا مره، ليه؟ لان حدا بيقول انه انفصلنا، يمكن كان قرار متسرع، او عند الانفصال او الطلاق احدهما مثل ما بقول استحق الموضوع، عرف انه مشروع جدي، انه عندما كان يهددني وعندما كانت تهددني انه اذا بتضل تعمل كذا كذا انا بترك، لا هيئتها بتترك، انفصلت وتركت. نعم. طيب ليه ما غيرت؟ صار لك اربع سنين عم بتقول لك عن نفس المساله، ليه ما غيرت؟ لانه ما كنت مفتكر انها رح تاخذ خطوات جديه بهالمجال. طيب اتخذت خطوات جديه، قد يكون بالفعل بكل صدق غير او كان عنده استعداد تغيير الحاله، وعلى اساس هي رجعت معه، بما انه كان صادق بوعده رجع، لكن ما قدر يغير. يعني الواحد في فرق بين انا عندي وعد ووعدي هو صادق انه اريد ان اغير مساله فنيه، المساله الفنيه ما تغير الا اذا كنا سوا، يمكن لانه من خلال التعامل. فهي اعطتني هالفرصه الثانيه او الاخيره وما قدرت اغير، لذلك رح يكون في الانفصال الدائم او الطلاق الدائم. نعم. فما فينا مع او ضد انه من بعد ما الثاني انفصلوا هل نحن مع عودتهم لبعضهم او بعد ما يطلقوا مع عودتهم او لا؟ مع عودتهم لبعضهم اكيد اذا على اي اساس؟ ايه اذا زبطوا الوضع، يعني جردة حساب انه إيه؟ بس كرمال الاولاد. طب كرمال الاولاد ليه تركنا اصلا؟ اذا كرمال الاولاد، اذا عارفين كرمال الاولاد، اذا من ناحيه انه بس دكتور، في كثير ناس يعني انا سمعتها اخر شيء بيرجعوا لبعض كرمال الاولاد، بس كل واحد بيكون عايش حياته، بس مشان الاولاد بيقولوا لك يعني في تمثيليه اكبر بتكون هون، بلكي في خطر اكثر لانه عم نبين ابشع امثوله قدام الاولاد. طيب اذا رجعين كرمال الاولاد. نعم. لانه ما يمكن ما كانوا عارفين قد ايه الاولاد رح يتاثروا. ايه. طبعا في لها معالجات للاطفال لما الاهل ينفصلوا او يطلقوا مع بعضهم، كيفيه اخبارهم هذا حديث لوحده، كيف نخبر اولادنا ماما وبابا رح ينفصلوا، وكيف انه ما فينا نقول لهم ما الشيء رح يتغير عليهم، لكن محبتنا لهم، حبنا لهم، اهتمامنا فيهم رح يتغير، لكن أن يستيقظوا كل يوم صباحا ويشوفوا ماما والبابا بالبيت، هيدي ما رح تصير إذا صار في طلاق أو انفصال، وهيدا بيعطيهم شعور بالأمان، يناموا ماما والبابا بالبيت، يفيقوا الصبح ماما والبابا بالبيت، هيدي مسألة كثير كبيرة للأطفال. أكيد. لكن أوقات بكون عواقب إنه يضلوا ماما والبابا سوا وخيمة ومؤذية للأولاد أكثر من الشعور بالأمان صبحا ومساء. بقى رجعنا كرمال الاولاد، اللي عم بتقول هي اكبر تمثيليه، مزبوط انه لما ترجعوا كيف بدكم علاقتكم مع بعضكم؟ واي نموذج عم تعطوا لاولادكم؟ اذا حترجعوا علاقه سلميه يعني ما فيها، ما بنعرف شو اسباب المشاكل اللي كانت بيناتكم، بس عم نقول الجو بالبيت سلمي، لكن العلاقه بين الام والاب ميته على كافه الاصعدة، معناتها انه بعمر معين نخبر اولادنا انه نحن بقينا بدون تربيح جميل، بقينا سوا كرمالكم، نشرح لهم، لان يمكن هن يقارنوا ماما والبابا وعلاقتهم مع عمهم وزوجة عمهم او عمتهم وزوج عمتهم وعلاقتهم كيف هي، علاقه حيه هون، علاقه ميته. مش غلط بعمر المراهقه انه نشرح لاولادنا انه نحن
ما علاقتنا كانت علاقه طبيعيه بين زوجين مشتركه، ما كان في شراكه، وهو ما نقصد علاقه جنسيه، نقصد كافه العلاقه، لكن بقينا لقينا انه هذا شيء افضلكم. طبعا هون في خط رفيع، لقينا هذا شيء افضل لكم، وبين ترويح الجميله للاولاد اللي ممكن كل اللي عملناه كاهل من اجلهم نمحيه بجمله وحده، هي ضحيت كرمالكم. يعني الاب او الام ضحيت كرمالكم، بقيت معه كرمالكم. غالبا بيجي الجواب من اولادها لما يكون عمره 18 سنه و17 و16 انه ومين قال لك تضحي كرمالنا؟ مين قال لك انه احنا كرمالنا هيك عيشي هيك عيشي؟ فنرجع للموضوع الاساسي انه هل عملنا خطه نحن لما نرجع سوا بعد اول انفصال او ثاني انفصال او طلاق وعم نرجع سوا لنفس الشخص؟ عم نعمل جلد حساب، بمعنى عم نقعد ونحكي بالتفصيل عن المساله او المسائل اللي خدتنا اللي كانت السبب للانفصال، انه كيف بدنا يعني كيف خريطه الطريق، انه شو الخطه؟ انه نرجع سوا مع وعد هيك بس؟ لا، بتقول شو ناوي تعمل بهالموضوع؟ يعني اذا في طالب راسب بامتحان ماده اللي كان باللغه العربيه بالرياضيات بالفيزياء، بقول خلص مره جاي رح اعمل منيح، بنقول له اوكي شو خططك تعمل منيح؟ ما فيك تقول لحالك منيح بدرس اكثر، لا بدرس اكثر هي ما كان بقولها، هي بدك تفوت بالتفصيل، كيف بدك تدرس اكثر؟ مع مين بدك تدرس اكثر؟ شو اللي ما عملته بدك تعمله هلا؟ الساعات بدك تدرس فيها اكثر؟ يعني تنظيم وقتك لدرس هالماده بده تفصيل، خطه تتقلنا انه تقنعنا انه انت قادر تنجح بهالماده. هون نفس الشيء، انه كيف بدك تعمل هالشيء؟ كيف بدك تعمل هالشيء اللي كان زوجك عم بيشكي منه اذا كان الشكوى تبعه محقه؟ في خطه، في حكي، هو بس مثل ما نقول ليب سيرفيس، يعني خدمه شفويه بس لحتى نرجع سوا، لحتى طمنه او طمنا، او لا في خطه مقنعه؟ ولما نرجع قد ايه اعطينا مجال؟ كمان من ميلي تاني، ما حلو واحد يقول انا اعطيكي مجال، اعطيتك مجال شهرين او ثلاثه، لا انا اعطيتك مجال قد ايه قد ما اقدر اتحمل، لانه لما نقول شهرين وثلاثه بصير في ضغط، بحس الواحد حاله كانه يصطنع التغيير، احنا بدنا التغيير يصير بشكل طبيعي، وان يصبح هذا التغيير عاده من عاداتي اليوميه اذا كانت هي تشكو منه بشكل يومي او اسبوعي. والتنويه مش تنويه مثل الصغار انه عافاك شفت كيف غيرت، شفت ما احسنك، لا ما ضروري هيك، بس لما انا اتبنى سلوك جديد كانت عم طالب فيه زوجتي، او اتوقف عن سلوك كانت زوجتي تطالب فيه لفترة قصيرة وارجع لهذا السلوك التي هي لا توافق عليه، بدها تذكرني، لانه بده يصير جزء من نسيج حياتي اليومي او الاسبوعي، بدي التفكير بانه انت شفت ما احسن العلاقة كانت او جو البيت كان خلال الاسبوعين الماضيين لما توقفت عن كذا كذا، بس هلا رجعت صار لك اربع ايام راجع، بدي التفكير، لانه انا معوض صار لي سنوات بالسلوك القديم، ما في هذا دغري يصير بني، وهذا ينطبق على الزوج والزوجة. يعني خلينا ناخذ مثل بسيط، القعدة وتمضية الوقت بعد العمل على الانترنت، وخلينا نقول على الانترنت وما في حالة من الخيانة الزوجية، عم نحكي فقط تمضية وقت عن جد، عم بحضر افلام طيب التنويه بانه شفت ما احسنك لما قللت من ساعات الانترنت وامضيت اكثر وقت مع اولادنا، ونحن دائما بنحكي عن الوقت النوعي مع نعم كواليتي تايم مع الاولاد اكيد. بهيدا احد الامثله اللي بتصير انا اتوقف عن الادمان، لانه هو ادمان عن الانترنت، الواحد ما في لما يكون مدمن على شيء يتوقف عنه بسرعه هيك، حتى ولو كنت انا عارف انه هذا عم يسبب غلط خراب حياه الزوجيه والعائليه. فهون التنويه والتذكير، ونفس الشيء انه ما بتساعدني بالاولاد، انا بدي ادرسهم كل شيء، طب انا بتعرفني ما بعرف لغه فرنسيه وانت بتعرف لغه فرنسيه، علي ادرسهم لغه فرنسيه، بدرسهم هو على يومين ثلاثه وبعدين بيوقف ما بقعد بدرس، مش لانه بده، لانه منه معود، ما بترجع تذكره، لانه يعني هي مساله ما بتسبب انفصال يمكن طلاق، لكن عم نقول انه حيلا سلوك ممكن الواحد يتبناه ان يقتنع فيه ويتبناه، بده كمان التفكير فيه. اكيد كيف اذا كان مساله فيها تعنيف وعم بجرب المرة الأخيرة إنه أنا أعطيك تشانس الفرصة الأخيرة، إذا بتمد إيدك علي أو إذا بتعنفني لفظياً معناتها لا، هيدي بدها معالجة، بدها مساعدة من خارج الإطار الزوجي، إذا عفواً إذا كان هو عن جد صادق بإنه بده يتوقف عن التعنيف اللفظي أو الجسدي، بدها مساعدة خارجية، وإذا رفض إنه يروح على مساعدة خارجية يعني حدا اختصاصه هالشيء هذا، معناتها إنه نيته منا
كثير مش ظابطه كثير صافيه تنقول، ايه منا كثير الوعد صادق تبعه يريد التغيير، وبده بس انه يرجع. وهون بيرجع انه الاستخفاف بتهديدها خاصه للمراه انه وين بدها تروح، وهون دائما بنشدد على ضروره استقلاليتها الماديه لحتى عن جد انه اذا لقيت اشياء بأثر عليك وعلى اطفالك فيك تضحي بحياتك، بس ما فيك تضحي بحياه اطفالك اذا كان في تعنيف وانت فقط تتعرضين للتعنيف، حتى ولو لم يكن الولاد عم يتعرضوا للتعنيف وبتأثر عليهم نفس الشيء. لانه هيدا أسوأ مثال ممكن تقدمه الام لاولادها، يعني اذا فكره هي عم تضحي هي عم بتعلمهم الخضوع وال يعني يقبلوا ينهانوا وتندق بكرامتهم. هيدا شيء صرنا كذا مره حكينا عنه طبعا، بس الجمله اللي بدي اضيفها الموضوع اللي مره قلتها هي استقلاليه المراه الماديه ضروريه. نعم اكيد. اللي بدي اقوله الزياده هو لحمايه اطفالها، يعني في قولها صرت مرأة مادية ضروريه لحتى وقت بدها تطلق وتقدر تفتح بيت لوحدها، ايه صحيح. اللي ما قلته ولازم اشدد عليه، لحمايه اطفالك يجب ان تكوني مستقله ماديه. حمايتهم كيف دكتور؟ من اي ناحيه برايك؟ لانه ان لم يتوقف عن التعنيف اللفظي والجسدي تجاههم او تجاهها وهي باقي كرمالهم، طيب شو قادره تعملي انت؟ طب ما انا اذا رحت بياخذ مني الاولاد، ما انا اصلا ما معي مصاري لحط محاميه او محامي يدافع عني بحق عفوا، ففوين استقلاليتك الماديه لحتى يكون باستطاعتك ان تحققي هالشيء هذا بالمحاكم؟ نفس الوقت اذا هو النفقه ما كان يدفع كما يجب ان يدفع شهريا، انت عندك استقلاليه ماديه بحيث منك حاجه له لحتى تجيب اغراض وتطعمي اولادك. فاستقلاليتك الماديه شرط لكل مراه قبل الزواج لحمايتها وضمانة حياة أطفالها إذا أصبح هناك ممكن حالة موت أو وفاة لزوجها. هيدي بالصحة السلامة عم نقول إذا ما في ما في مشاكل، يعني مشاكل زوجية وهيدي بنرجع كمان بنقول كما يجب على الرجل والمهنة مرددة ضرورية للشباب والصبايا هلا بفرصة صيفية يمكن يكونوا نايمين بالأعمار هيدي تبع 20-21 إذا ما عندهم جامعة أو ما عندهم صفوف، إنه كما الرجل عليه أن يأسس حاله مادياً، على المرأة أن تؤسس حالها ماديا قبل الزواج. يعني لست مستعدا للزواج ماديا، الرجل يقول على المرأة أن تقول نفس الشيء، لست مستعدة أو أصبحت مستعدة ماديا كي يصبح عندي بيت ومنزل. يعني في كمان وفي فرق بين تأسيس تأثيث البيت وتأسيس العائلة اللي مرة تانية ما بنحكي عنها. نعم دكتور رائد، بعتقد خلصنا الموضوع. بتخيل انا صبايا هالايام مختلفين عن قبل، يعني بتحس البنت اليوم صار ضروري تدرس ويكون عندها كاريير وشغل، يعني طريقه التفكير اكيد اختلفت. بدي اتشكرك. نتمنى انه تكون اختلفت لانه كمان بدها اجيال تتغير. اكيد انه في كثير من الصبايا بدون اهانه لاي من الصبايا الجامعيات انه صار التحصيل العلمي والشهاده الجامعيه هي حتى بس تظهر بالمجتمع انه انا متعلمه ومعي شهاده اكاديميه، يعني حظوظها للزواج بتزيد. هيدا منطق، ومنطق اللي بنحب انه ان يسود هو ان تكوني مثقفه ومستقله ماديا، والكلمه اللي قلتيها كارير، يكون في مهنه، تكون عندك كيانة، عندك كيانة اسهامك واسهامك بالمجتمع. نعم. ما بس انه رحت على الجامعه ومعي شهاده جامعيه. شكرا دكتور رائد، بلتقي انا وانت الاسبوع المقبل، بلكي منتابع بهالموضوع كيف نخبر الاولاد اذا بتحب عن الطلاق، لانه هذا كثير عم نسمع يعني ليل العيال اللي عم بتكفي للاسف مع بعض. اذا بتحب منتابع هذا الموضوع. اوكي شكرا دكتور رائد.